أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسجل رأس المال السوقي 724.4 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 6.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 52% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة. وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة. وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سعد، خبير أسواق المال. أستاذ أحمد، كيف ترى أداء البورصة اليوم؟ أهلا وسهلا. سوق النهاردة بنزل 6 مليار 204 مليون، 2 مليار 293 مليون السندات، 1 مليار 62 مليون أسهم، 2 مليار خارج المقصورة ونقل ملكيات. طبعا السوق النهاردة 13 سهم أدى الارتفاع و 19 سهم انخفاض و 6 لم يتغير. أبرز القطاعات النهارده قطاع المواد الأساسية منافس ب 247 مليون حوالي 23% من السوق، إلي قطاع البنوك 129 مليون، إلي قطاع العقارات، إلي الاتصالات، إلي الخدمات المالية غير المصرفية. طبعا النهارده السوق كان بيع ملحوظ من المؤشرات المصرية أثر اقتراب الربع الأول من السنة وعمليات توزيع الأرباح وعمليات تنمية أرباح باقتراب الربع الأول من السنة. نعم. طيب إذا ما نظرنا إلى أهم القطاعات الرابحة وأسباب صعودها من وجهة نظرك، أيضا القطاعات المتراجعة كيف ترى أسباب تراجعها؟ طبعا بالنسبة للمؤشر ال 30 طبعا مستوى 11042 طول ما فوق مستوى 11150 له صعود مرة أخرى 11650. بالنسبة للمؤشر ال 70 هو أغلق عند 1900، طبعا الاستقرار في 1900 له مرة أخرى صعود إلى 2000. أهم القطاعات النهاردة قطاع المواد الغير الأساسية، طبعا ارتفاع تضخم والاسعار العالميه ادى الى اقبال ملحوظ بالمؤسسات الاجنبيه والعربيه والافراد المصريين على قطاع الموارد وقطاع العقارات بشكل ملحوظ النهارده في السوق. نعم، اشكرك جزيلا استاذ احمد سعد، خبير اسواق المال.